أريد أن أكلمكم اليوم في موضوع أخف من المواضيع اللاهوتية العميقة جدا، وهو موضوع كراهية الكنيسة. عبارة صعبة، هتشوفوا موضوع إيه كراهية الكنيسة. وأريد أن أقتصر في هذا الأمر على أصلا ما ورد في هذا الكتاب الكنيسة والدولة، بعدين باب آخر عن الكنيسة والسلطان الزمني. فيقول إن التلاميذ لما طلبوا الرئاسات ومين يكون فيهم الأول عثروا، وبعدين يقول لقد عثرت الكنيسة في عثرة التلاميذ عينها، ولكن إن كنا قد عذرنا التلاميذ آنئذ بسبب عدم حلول الروح القدس عليهم، فبما نستطيع أن نعذر الكنيسة وهي تقول وتشهد بأن الروح فيها. ولكن للأسف لقد عثرت عن سقف الكعبة، لقد عثرت الكنيسة عبر التاريخ في نفس هذه العثرة عينها، فكان لما يضيق بها الأمر تلتجئ إلى الملوك ليقووا سلطانها، ولكن بقدر ما كانت الكنيسة تستمد القوة من الملوك بقدر ما كانت تفقد قوتها الروحية التي لا تقوم إلا في الضعف الظاهر. وبعدين يقول وكثيرا ما تذللت الكنيسة، يعني ما تذللت تحت أقدام الملوك لما قوي مناوئوها فتملقت الولاة ليعزلوا مناوئيها. صدقوني أنا لا أعرف مين اللي تملق الولاة لكي يعزلوا المناوئين، انتوا عارفين ماشي ازاي الحكاية. تذللت الكنيسة تحت أقدام الملوك. وبعدين يقول كم مرة ضلت الكنيسة الطريق وخاب رجاء المسيح فيها، كم مرة هجرته كملك لتطلب رحمة الملوك بذلة العبيد. كلام لا أقبله حتى من إنسان غير مسيح. الكنيسة كانت تتذلل بذلة العبيد لكي تطلب رحمة الملوك. ده أثناسيوس في مرة أراد أن يقابل الإمبراطور قسطنطين وكان مش عايز يقابل الإمبراطور، فتنكر في زي فلاح ومشي إلى أن وصل إلى موكب الإمبراطور. الرجل واحد فلاح بيمتد نحوه بيفكر مين ده، وصل أثناسيوس إلى موكب الإمبراطور وهو راكب على جواده وشد لجام الجواد وقال له قف يا قسطنطين لي كلمة معك. فبص له الإمبراطور قسطنطين لقاها أثناسيوس فترجل عن جواده لكي يتفاهم معه. دي قوة الآباء بتوعنا اللي تذللوا تحت أقدام الملوك. ده كيرلس الكبير كانت من التهم التي وجهت اليه انهم وصفوه بانه فرعون مصر. الكنيسه اللي من مبدأها قالت ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، نقول تذللت تحت اقدام الملوك والحكام. فين دي في التاريخ الا كراهيه الكنيسه؟ امتى الكنيسة تذللت للملوك والحكام؟ وبعدين يقول ايه؟ اما بداءة عثرات الكنيسة فكانت يوم احتمائها في قسطنطين الملك في القرن الرابع
ليتولى حماية الإيمان بالسيف. لا أقبل هذه العبارة من أي إنسان مسيحي أو غير مسيحي. الكنيسة احتمت بقسطنطين ليتولى حماية الإيمان بالسيف. الكنيسة قاست الاضطهاد والتعب والذل والضرب والسجن والجلد والصلب والموت. نقول يجي قسطنطين حماية الإيمان بالسيف؟ لم يحدث إطلاقا أن قسطنطين حمى الإيمان بالسيف. كل ما فعله قسطنطين أنه صرح بالحرية الدينية، هذا كل اللي عمله في مرسوم ميلان الذي أصدره سنة 313 ميلادية. لكن حمى الإيمان بالسيف؟ مين يقبل على نفسه كلمة زي دي؟ ولا كراهية للكنيسة في كل عصورها. أريد أن أقول لكم إن الكنيسة هي التي قوت جانب الإمبراطور قسطنطين، إن جعلت الشعب كله معاه، بينما كان في فترة الاضطهاد هو ضد الشعب والشعب ضده. فالكنيسة قوت قسطنطين وليس قسطنطين الذي قوى الكنيسة. وبعدين هيجي كلام ثاني بيقول أما بداءة عثرات الكنيسة فكانت أيام اختنائها في قسطنطين الملك في القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف كحكم إسرائيل الأول. وانت عارفين إسرائيل سنة 63 دول كان بيسموها إسرائيل المزعوم، وكان حال التحال. ونقول إن الكنيسة عايزة تمشي زي إسرائيل بدل المحبة والسلام وعهد المسيح. وجاء بعده الملك ثيودوسيوس ليأمر بهدم معابد الوثنيين بقوة العسكر كأيام ملوك إسرائيل في القدم. ايه ده؟ البابا ثيوفيلوس عاصر اواخر القرن الرابع واوائل القرن الخامس. كانت الوثنية قد انتهت تماما، كثير من معابد الوثنيين اصبحت فارغة. الوثنية انتهت لدرجة حولوها الى كنائس. ده من الأمثلة الظاهرة عندنا دير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في صهد، كان أصله معبد. دير الزباك كان أصله معبد وبعدين بقى دير. هل لأن هدم المعابد أو اضطهاد الوثنيين؟ لا، الوثنية كانت انقرضت أو في طريق الانقراض تماما فخلت هذه المعابد. لكن نهاجم بقى البابوات ونهاجم التاريخ ونهاجم الكنيسة. وبعدين وكأنما وجدت الكنيسة في قسطنطين الملك ومن بعده من يرد الملك لإسرائيل. ده كلام يتقال أيام جمال عبد الناصر اللي كان بيسميها إسرائيل المزعومة. الكنيسة وجدت من يرد الملك لإسرائيل، يعني تتشبه بإسرائيل. وكأنما وجدت الكنيسة في قسطنطين الملك ومن بعده من يرد الملك لإسرائيل الذي كان أمنية التلاميذ الأولى وأحلام. أليس هذا هو قسطنطين الملك أول من قاد حربا صليبية في العالم؟ رافعنا الصليب على راية العداوة. أول من قاد حرب صليبية. أنت تعرف يعني إيه حرب صليبية في البلاد الإسلامية؟ معناها اتحاد المسيحيين ضد المسلمين. فقسطنطين كان عمل كده، أول من قاد حربا صليبية. دي رؤية جت
بهذا تنتصر. وموجودة في السمكسار، يبقى بقى بنهاجم السمكسار وبنهاجم الرؤية وبنهاجم انضمام قسطنطين للمسيحية. بعدين إن لم يكن عارا على قسطنطين الملك أن يحارب أعداؤه، ولكن كان عارا عليه وكل عار أن يحارب أعداؤه باسم الصليب. لما حاربهمش باسم الصليب، ياريت الأمر يقف عند هذا الحد، بل يقول الآتي: الكنيسة لا يزال فيها فكر قسطنطيني. يعني ايه بتاعت حرب الصليبية؟ هي الأخرى والحكاية. الكنيسة لا يزال فيها فكر قسطنطيني، فهي تتطلع أن يكون لها قوة وسلطان زمني إن لم تكن منفردة بقوة المال والرجال والقانون، فيكون باحتمائها بكنائس أخرى قوية. نحن بنحتمل كنائس أخرى قوية. ده أنا أفتكر بعد الاتفاق اللي اتفقناه مع البابا بولس السادس بابا روما سنة 73، بعدها بكم شهر فات عليا سفير الفاتيكان في مصر وقال لي: احنا مستعدين نسلمك كل الكنائس والأديرة والمدارس الكاثوليكية في مقابل انك مجرد تعترف بأولوية بابا روما والكنيسة. فقلت، قيل للمسيح: لك أعطي هذه كلها من خررت وسبت لي. اعتذرت طبعا عن أخذ كل الكنائس. نحن لا نحتمي بكنائس قوية، وإلا ما كان أسهل علينا أن نجامل تلك الكنائس، وكان أسهل علينا أن احنا لا نصدر كتبا في اللاهوت المقارب ضد عقائد تلك الكنائس، أو أن ندرس هذا الأمر في كلياتنا اللاهوتية. الكنيسة لا يزال فيها فكر قسطنطيني. يعني إيه فكر قسطنطيني هنا؟ يقصد ان الكنيسة يكون لها قوة وسلطان بانها تقف ضد الحاكم. يبقى دي المسألتين المتناقضتين، واحدة منهم انهم يتملقوا الحكام عشان ياخدوا منهم قوة، والنقطة الثانية انهم يهاجموا الحكام. يهاجموا الحكام ليه؟ نشوف. بيقول: كذلك من الخطأ الناس لحق قيصر. قيصر سيظل إلى الأبد رمزا للسلطان الزمني. كذلك من الخطأ الناس لحق قيصر في الخضوع والولاء والإكرام. لنضيفه إلى الله الملكوت. وبعدين يقول: والسيان من حيث الخطورة والدوافع المنحرفة. أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمني، أو تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمني. تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمني، بيتقالت في أيام أنور السادات وطبع الكتاب سنة 77، وإحنا بنجاهد في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية. أو تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمني، ده بيهيج السلطان الزمني علينا.
لأن في الأول خروجا عن اختصاص الكنيسة وفقدانا لمصدر قوتها، وفي الثانية خروجا عن المنطق المسيحي. وفي الواقع يعتبر الاستهتار بالسلطان الزمني تشجيعا للشر وللأشرار، ولكن لا يزال هناك خطر بعيد المدى يتسبب من حد الرعية على الاستهتار بواجباتهم تجاه السلطان الزمني. عمرنا ما حصل مننا حاجة زي كده، من حد الرعية على الاستهتار بالسلطان الزمني، بحجة بيقول بحجة أن الكرامة والخضوع والولاء هما لله فقط، وبالتالي طبعا للكنيسة. دي بقى تهيج الحكام، إن دول بينادوا استخدموا قوة السلطان عشان تبقى السلطة كلها في إيد الكنيسة. وبعدين بيقول ولكن بهذا التعليم يجعلون الدين عثرة في طريق تقدم الإنسان وارتقاء الأوطان، إذ يبثون التحيز والانقسام والتكتل الديني، مما يزيد بلاء التعصب ويولد عقدة الاضطهاد عند الأقليات، فيجعلهم مركز ثقل في الدولة يعيق تقدمها. وقيل لي ان كان اي واحد مسؤول في الدولة يزور الدير يقدموا له نسخة من كتاب. وفي يوم من الايام فاكر ايام حكاية الزاوية الحمراء والحريق والحاجات دي، نشهد مكرم محمد اللي هو رئيس مصابر دلوقتي وبقى نقيب الصحفيين، مقالة عنوانها قراءة في كتابات فلان نفس المؤلف، وحط بقى المبادئ دي. سألته فيما بعد لما الأمور اتفضحت ايه الحكاية دي، قال انا جيت في مكتبة لقيت نسخة من الكتاب ده قريته، لقيته يستحق ان انا اتقابل مع المؤلف بتاعه. اتهام للكنيسه